بمناسبة نادي انبي معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أحمد كشري. يا كابتن أحمد مشرف ومنور حبيبي يا كريم. حبيبي أخبار حضرتك حبيبي. ايه منور الدنيا ده؟ يا رب يخليك يا رب يخليك. كله تمام الحمد لله، الأمور كله تمام. الأمور مستقرة في انبي. أنا شايف إن الفرقة بدأت، يعني بدأت أنت تحط إيدك على الفرقة، إحساسي كده توقعي أو قرايتي يعني. والله كريم طبعا من ماتش لماتش الامور بتختلف، يعني بيحصل انسجام في الفرقه، بعض اللعيبه بتخش مع الفريق بالذات اللعيبه التعاقدات اللي حصلت معظمهم، في لعيبه جت في اخر ساعه من القيد فبعضهم ما كانش جاهز، فمن ماتش لماتش الحمد لله الامور بتتحسن الحمد لله نحمد ربنا. العناصر اللي مشيت من الفريق عناصر مهمه وكبيره، هل خلاص قدرت تعوضها او حاسس انه الفرقه ما بقتش حاسه ان في عناصر مهمه مشيت من عندها؟ لا طبعا هم كانوا لعيبه كبيره وكانوا مؤثرين في النادي طبعا. لكن دي سنه الحياه تغيير، واكيد ان النادي تعاقد مع لعيبه كويسه. النهارده انت شايف يعني واحنا بنلعب نادي الزمالك ونادي طبعا كبير ومحترم وفرقته تقيله، يعني الشوط الثاني في لعيبه في اسلوب لانبي يعني وطريقه في الملعب الحمد لله اللعيبه قدروا ينفذوها وكان شكلهم كويس. يمكن السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان انبي بيعتمد على بعض اللعيبه زي مصطفى شلبي وابوكا وطبعا وراهم مصطفى او وراهم محمود جاد. لا احنا يمكن السنه دي في جماعيه اكتر للفريق في اكتر من مباراه مع بيراميدز ومع الزمالك، وبعض المباريات اللي لعبناها مع المصري والجيش كان لينا شكل الحمد لله يعني ايجابي في اوقات كثيره من المباراه. ده اللي شغالين عليه، يعني بنغير جلد الفريق، لكن الحمد لله يعني المباراه الاخيره بينت ان احنا عندنا لعيبه كويسه، ولسه ان شاء الله في لعيبه ما كانوش موجودين معايا في الماتش يعني لظروف يعني خاصه بين يعني عماد ميقوب مثلا تعب يوم المعسكر سخن بالليل ودخل مستشفى وخرج من المعسكر وكان بادي ووفى مصاب بقاله شويه، وكذلك ابراهيم جلال وكريم الطيب، ويعني في لعيبه ان شاء الله لما ترجع ان شاء الله شكلنا كمان هيبقى افضل باذن الله. عايز اسالك تحديدا على إريك تراوري يا كابتن احمد. إريك تراوري واحد من نجوم الاجانب في الدوري المصري منذ سنوات، سواء مع المقاصه مع بيراميدز، بدايته كمان مع بيراميدز كانت بدايه رائعه جدا عكس ختامه مع بيراميدز. انا حاسس ان النسخه بتاعت إريك تراوري اللي بتلعب مع انبي دي مش هي النسخه الاصليه، مش هو ده الاداء اللي احنا عارفينه عن إريك تراوري. بص عشان اكون صريح معاك، إريك في اخر سنتين مع بيراميدز ما كانش بيلعب بصفه اساسيه، كان بينزل تغييره، وعشان إريك يمشي من بيراميدز ويجي لك يبقى لازم في مشكله اكيد، وهو بعيد عن المشاركات لان انت عارف بيراميدز كنادي بيدفع ارقام كبيره فاللعيب لما بيروح نادي تاني اكيد بيبقى في حاجه، يعني في مشكله بين الاثنين. إريك كان جاي مش جاهز وكنا بنحاول نجهزه من خلال المباريات، لان احنا إريك جالي في اخر ساعه في الكويت هو وعبد العاطي واكثر من لاعب جم في واحمد عيد وكذا لاعب يعني جم في الاخر، فللاسف يعني كانوا جايين مش جاهزين يعني. يمكن عبد العاطي زي ما انت شفت شارك معانا الشوط الثاني بيلعب، ما هو مش جاهز 100% لكن بنحاول نديله على قد الفتره اللي اتمرنها والنواحي البدنيه بتاعته اللي تساعده في المباراه، كذلك إريك بنحاول ان احنا ناخد منه اكتر في المباراه على قد ما نقدر، وممكن خرج في الاخر ما غيرته قبل ما يشعر بالم، بس هو خارج مسك رجليه يعني ما اعرفش يمكن التوقيت كان سليم جدا. لا إريك لما يجهز ويبقى في مستواه هيفرق مع نادي انبي اكيد يعني. صحيح. بس إريك زي ما انا بقول لك كان بيبقى كويس التغييره مع بيراميدز السنين اللي فاتت، فان شاء الله الفتره الجايه يكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله. في مباراه الزمالك كابتن احمد انا كنت بشفق عليك لسبب، انه لما تخسر او تتاخر قدام الزمالك بهدف ده معناه ان انت المفروض تسيب مناطقك الدفاعيه، والزمالك من افضل الفرق في الدوري اللي بتعمل تحولات هجوميه رائعه جدا من الدفاع للهجوم، فانت بقى كان عندك معضله اكيد انك ازاي تطلع للهجوم وفي نفس الوقت تتامن كويس جدا ورا، عملت ده ازاي في مباراه الزمالك؟ لا طبعا فرقه الزمالك فرقه كبيره وعنده من العناصر اللي هي ترجع كفته وعنده لعيبه تقيله، بجانب ان انت برضو عارف ان الفرقه لما بتلعب اهلي والزمالك الاول بيبقى فيه خضه شويه وبيبقى فيه قلق من الهزيمه، فطبعا يعني الشوط الاولاني احنا دخل فينا جول من ضربه جزاء في اخر دقيقه في الشوط الاول، فيعني نشلت الضغوطات من على اللعيبه الشوط الثاني بين الشوطين، يعني ما اتكلمت معاهم وقلت لهم احنا لازم نهاجم ونهاجم
نكون منظمين، وان شاء الله انا هدعم نص الملعب اللي هيخلينا نمتلك الكوره افضل اكتر في الوقت. وفعلا ده الحمد لله يعني حصل بالتغييرات اللي حصلت، واحنا كنا متوازنين وكان عندنا اصرار على ان احنا نرجع للمباراه، وده يمكن كان باين في الشوط الثاني. وحضرتك قلت كل الحاجات دي تبين ان احنا يعني كان عندنا اصرار ان احنا عايزين نعمل نتيجه ايجابيه مع نادي الزمالك، يعني مش رايحين نخسر جول وخلاص، لا يعني لا كان الشكل حتى كويس، حتى لو كان في مكسب للنادي الزمالك، لا نادي انبي اعتقد ان كان الناس يعني كانت تحترم الاداء بتاعه اللي قدمه في الشوط الثاني. والحمد لله يعني اللعيبه الحمد لله من ماتش لماتش، ويمكن انا كابتن يمكن انا كريم يعني انا بس بقول ان الماتشات بتاعتنا اللي فاتت كلها او اللي بنلعبها صعبه جدا. صح. انا عارف الدوري كله صعب بس لما تلعب مع فرق زي بيراميدز والزمالك ومصري والجيش وداخل بنك اهلي يعني الماتشات صعبه. اي حد هيقول لك الماتشات صعبه. صح. لان انت بتلعب فرق عندها كواليتي لعيبه عالي جدا، بتتكلم في فرق السنه اللي فاتت ما بين مركز اول وبين مركز ثاني وبين المصري اللي عامل صفقات قويه جدا، بين الماتش الجاي مع البنك الاهلي اللي عنده تدعيمات قويه وهم فرقه اصلا كويسه. فاحنا يعني لما تخرج من زي ما بقول من الماتشات دي وانت معطل كام فرقه ومجمع منهم، يعني اعتقد ان هي تبقى حاجه كويسه للي جاي ان شاء الله. بالتاكيد. والفرق اللي جايه طبعا كلها فرق كبيره وفرق صح. كويسه، بس انت دخلت كله على الصعب مره واحده. صعب صعب صعب, صعب, صعب. صح. فما يعني لكن الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله وانا بشكرهم جدا على الاداء في الماتشات اللي فاتت. صح. كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي انبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مدرب محترم بالتاكيد، مدرب محترم، واكيد انبي ظروفه مش افضل حاجه هذا الموسم بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين المهمين.